السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنواصل معاكم كيمياء الصف الأول الثانوي الباب الثاني، معادلات متزنة أخذناها الحصة اللي فاتت، وزننا أكتر من معادلة. النهاردة هنكمل وزن معادلات بس بطريقة تانية، طريقة كتابية، يعني بيكتب لي أكتب المعادلات الرمزية موزونة أو متزنة. طبعا عايزين ندرب نفسنا ازاي نكتب معادلات، ازاي يجيب لي معادلات واوزنها. يعني هنا بيقول لي رقم واحد تفاعل مسحوق اكسيد الحديد، اكسيد الحديد وعامل لي بين قوسين ثلاثة. اكسيد الحديد كصيغة كيميائية بنكتبها بطريقة سهلة جدا وجميلة عشان برضو ايه نعرف احنا بنشتغل ازاي وبنكتب المعادلات والصيغة الكيميائية ازاي. يعني لما يطلب مني حاجة زي ديت بنبدأ نفكر مع بعض كده الصيغة الكيميائية بتاع أكسيد الحديد. بصوا كده، أدا حديد وده إيه؟ أكسيد. أكسيد حديد لازم أعرف الصيغة الأول. خلاص، هو قال لي الحديد ثلاثة، اتفضل يا أستاذ ثلاثة. يبقى نركز كده في الصيغة الكيميائية، الأكسجين إيه؟ طبيعته ثنائي ما بتغيرش، يبقى الحديد يا إما ثنائي يا ثلاثي. طب هو هنا قال لي إيه؟ ثلاثة باللاتيني أهو، يبقى أنا لازم أعرف الصيغة دي قبل ما أكتب المعادلة. يبقى نراجع على حلقات الصيغة الكيميائية اللي عندنا إن شاء الله في كورس الكيمياء وفي أساسيات الكيمياء اللي موجودة في قوائم التشغيل. قوائم التشغيل يا جماعة فيها أساسيات كيمياء، أساسيات فيزياء، أساسيات أحياء، سواء مكتوبة أساسيات أو كورس، الاتنين زي بعض، وفيها فعلا حاجات كتيرة لازم نراجع عليها ونشوفها أكتر من مرة. يبقى ده أول حاجة، مسحوق أكسيد إيه؟ الحديد، وعرفت أكتبه. ثاني أكسيد، أول أكسيد الكربون معروف، أول أكسيد الكربون CO، غير ثاني أكسيد الكربون. ده ثاني أكسيد الكربون غاز، وأول أكسيد الكربون غاز برضه. طب تعالوا يلا نكتب المعادلة عشان ما نضيعش وقت. المعادلة الأولانية نكتبها كده. خلاص أنا فكيت شفرة مين؟ أكسيد الحديد. فكيت شفرته يعني إيه؟ لازم أعرف الصيغة الكيميائية. يبقى الصيغة الكيميائية بتاعته Fe2O3. يبقى انا لو ما عرفتش اجيب الصيغه الكيميائيه لاكسيد الحديد 3 يبقى انا مش هعرف اكتب المعادله. يبقى دي المعلومه اللي انا بثبتها لكم دلوقتي او بقول لكم لازم ايه نعرف. يلا مع بعض، Fe2O3 ده او ده اسمه اكسيد الحديد ايه 3 مع غاز اول اكسيد الكربون CO. انتم ملاحظين ان بعدت شويه عن الزائد لان في كلام هيتكتب الوقت، يعني ايه في ارقام هتتكتب. يعني ايه ارقام؟ بصوا يا جماعة كده، هنا عندي اتنين حديد وتلاتة ايه؟ اكسجين. شيء طبيعي ان هيطلع لي اتنين حديد هنا، يبقى Fe اتنين منه ذرتين منه. خلاص طبعا الحديد معروف ان هو سوليد، واول اكسيد الكربون غاز. خلاص، وعندي اكسيد الحديد تلاتة سوليد. خلاص، طيب ايه اللي هيحصل؟ لازم اضرب هنا هو في تلاتة. اشمعنى؟ عشان تلاتة عامل مشترك وهيديني غاز ثاني اكسيد الكربون اللي مسهل لي الموضوع، لان هو بيقول لي انا عاوز يطلع حديد وايه ثاني اكسيد الكربون. يبقى الوقت ناخد 3 عامل مشترك CO2 غاز ثاني اكسيد ايه الكربون، وده غاز طبعا. يبقى دي اول معادله. يبقى المعادله الاولانيه اكسيد حديد 3 زائد اول اكسيد الكربون اداني حديد حسب ما هو كاتب لي، ها لتكون حديد وايه ثاني اكسيد ايه الكربون. يبقى دي المعادلة الأولى، وعرفنا جبنا الصيغة الكيميائية بتاع أكسيد الحديد 3 إزاي. تعالوا بقى التفاعل الثاني، هو مسهلها لي وقايل لي البروبان رمزه إيه، وقاعدة عامة برضه أقول لكم على البروبان والميثان. الميثان خلاص، والبيوتان أو الميس إيسان، بروبان. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لان الحاجات دي مكرره علينا وازاي نجيبها. ميس يعني ايه؟ ذره كربون واحده. ميس يعني ذره كربون ايه واحده. طيب ايس يعني ذرتين، ذرتين. طيب بروب اللي هي معانا ديت يعني ثلاث ذرات ايه كربون، ثلاث ذرات ايه كربون. طب بناء على ايه بجيب هذا الكلام؟ بقول سي ان اتش 2 ان زائد 1. يعني ايه؟ نبص كده، هذا الكلام معناه ايه؟ الان لو واحد يبقى ذرة كربون واحد، اتنين ها في واحد باتنين، تمام. يبقى انا عندي هنا هوت ايه؟ اتنين زائد ايه؟ اتنين. دي الصيغة العامة. يبقى الميثان نطبق كده، الميثان ذرة كربون واحدة، يبقى سي الواحد ما بتكتبش، اتش اتنين في واحد باتنين،
اتنين زائد اتنين بيساوي كام؟ اربعة. ده الميزان. انا بقول ليه الكلام ده؟ عايز اشوف البروبان اللي هو كاتب لي الصيغة بتاعته اعرف اوصل لها انا ولا لا. تعالوا القيسان كده، لان القيسان بالطلب برضو. القيس يعني اتنين، يبقى ال ان هنا بايه؟ باتنين. طيب وبعدين اتش، اتنين في اتنين باربعة، واتنين ستة، يبقى ده القيسان. تعالى بقى البروبان اللي هو عطولي في المعادلة النهاردة وكاتب لي الصيغة بتاعته. ها، بروبان بروب يعني تلاتة، يبقى سي تلاتة. خلاص، اتش اتنين في تلاتة بستة، واتنين تمانية. يا ترى البروبان اللي هو كاتبهولي هو مكتوب كده بنفس الصيغة؟ تمام، يبقى هو كاتبهولي في المعادلة اهوت، البروبان سي تلاتة ايه؟ اتش ايه؟ تمانية. تمام، تعالوا بقى نكتب المعادلة مع الأكسجين. يبقى البروبان سي تلاتة، سي تلاتة اتش تمانية، زائد ها غاز الأكسجين اوه تو، سهم قال لي احتراق مع الأكسجين لتكوين، يبقى تفاعل غاز البروبان مع الأكسجين يعني عملية احتراق. خلاص، يبقى لازم أعمل إيه؟ حرارة على السهم. طيب، لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون بيسهل لي الموضوع أهو، بصوا كده، لتكوين ثاني أكسيد الكربون زائد إيه؟ بخار مية. بخار مية معروفة في الكيمياء يعني إيه؟ مية، بس إيه؟ مش سخنة، بيبقى إيه؟ بخار، وده غاز. طب أنا عاوز أوزن المعادلة، أوزنها إزاي؟ بهدوء خالص، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، 3 ذرات كربون و8 ايه؟ اتش. طيب وبعدين ال8 اتش محتاجة 4 اكسجين عشان تكون مية، وال3 سي محتاجة 6، محتاجة 6 اكسجين عشان تديني ثاني اكسيد الكربون. ركزوا كده، انا قلت ايه دلوقتي؟ ال8 اتش مهمة جدا لوزن المعادلة عشان نعرف نوزنها ازاي. خلاص، يبقى الوقت هنا هوت ال8 اتش من البروبان ها و3 كربون، ال8 اتش طالبه 4 او، عشان نعرف احنا هنوزن ايه ازاي هنحط رقم قدام الاو 2. طيب ال3 سي طالبه ايه؟ طالبه 6 اكسجين. اشمعنى؟ عشان الكربون ها بياخد 2 اكسجين، طب 3 كربون هيحتاجوا 6 ايه؟ اكسجين. نبص بقى، 6 و4 كام؟ 10، على 2 فال 5. كده تعتبر المعادلة قربت تتوزن، قربت تتوزن. يبقى الوقت هنا انا عملت خلاص، جبت الاكسجين وظبطت ايه؟ الطرف الايس. تعالوا بقى نشوف الطرف الايم. التمانية ضعف الاكسجين ها، يبقى الوقت عندي هنا اربعة، اربعة H2O. طيب تلاتة CO2، تلاتة CO2، تلاتة عامل مشترك، تلاتة عامل مشترك ها، قدام ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. معادلة جميلة وعايزة تركيز عشان نفهمها. خلاص، طبعا الأكسجين غاز، وعندنا البروبان، البروبان اللي عطول ايه؟ غاز، غاز البروبان. يبقى ديت المعادلة الايه؟ ها، لانه كاتب لي غاز اهو، يعني برضو خلي فيه ايه؟ تكت نصحص انونا كده. نيجي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة نفكر فيها ازاي؟ تفاعل ملح وفوسفات الكالسيوم. فوسفات كالسيوم ده انا هجيبه ازاي يا مستر؟ نعملها بالراحة مع بعض. الفوسفات البروبان اكتبها بالراحة خالص، صيغة كيميائية، ما احنا قلنا الصيغة الكيميائية لازم يتراجع عليها. يبقى انا هنا اهوت انا هعمل فوسفات الكالسيوم، فوسفات الكالسيوم ومهمة جدا. فوسفات الكالسيوم، الكالسيوم سي ايه؟ مجموعة الفوسفات بي او 4. طب وبعدين؟ الكالسيوم ثنائي والفوسفات ثلاثية، يبقى الكالسيوم تحتها 3 والفوسفات تحتها ايه؟ 2، يبقى سي اي 3 بي او 4 كل 2. هو ده رمز فوسفات الكالسيوم زي اسمنا، نكون عارفينه لان دي بدايه المعادله. مع محلول مائي من حمض الكبريتيك، عارفين حمض الكبريتيك رمزه ايه؟ حمض الكبريتيك، لما اقول حمض كبريتيك، حمض يعني ايه؟ اتش في الاول، كبريتيك يعني اس او 4، الهيدروجين احادي، كبريتات ثنائيه. نركز كده مع بعض، يبقى الوقت هنا اهوت اتش 2 اس او 4، ده حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك. يلا نشتغل مع بعض المعادلة ونكتب المعادلة ازاي. رقم ثلاثة واخر معادلة النهاردة ان شاء الله. يبقى الوقت هنا هو فوسفات الكالسيوم، عرفنا رمزها CA 3 BO 4 كل 2، ودي مادة صلبة، ملح، ملح يبقى مادة صلبة، يبقى ان الالفاظ باخد منها الحالة الفيزيائية بتاعت، زائد محلول حمض كبريتيك H2 SO4 طبعا اكوس، محلول مائي اكوس، سهم بالراحه خالص كده وبهدوء. اشمعنى انا بقول بهدوء ليه؟
لان الكالسيوم ثنائي حمض الكبريتيك كله على بعضه ثنائي وحادل ايه ثنائي القاعدين. طب هنا قدام الكالسيوم 3، هحط هنا ايه 3 عشان اقدر اوزن المعادله بقى واشتغل الناتج على طول. يبقى انا مجرد ما كتبت 3، اشمعنى كتبت 3؟ لان الكبريتات ثنائيه ها والكالسيوم ثنائي. طب الكالسيوم اذا كان واخد 3 معاه 3 في الصيغه بتاعته، يبقى لازم احط 3 قدام حمض الايه كبريتيك. نبدا كسر روابط المواد المتفاعله، هتلاقي المعادله جت معانا بسرعه ان شاء الله. ها يلا 2 قدام مجموعه الفوسفات اهي، كسر بقى هنا برضو لاتنين في 3 ب6 هيدروجين. طب وبعدين ها 3 مجموعه ايه فوسفات، ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ الكالسيوم هيروح للفوسفات، وملاحظين ان 3 عمل مشترك، يا دي عمل مشترك في الكيمياء، عمل مشترك. يبقى الناتج الاولاني هنكتبه تحت اهو، ها يلا التلاتة مع التلاتة يبقى 3 عمل مشترك كبريتات الكالسيوم SO4. خلاص يبقى ده الناتج الاولاني، ودي مادة صلبة طبعا ومعروفة، زائد يلا ناخد عامل مشترك ما بين الاتنين والايه والستة، يبقى الوقت هناخد ايه 2 عامل مشترك بر. خلاص 2 H3PO4 يبقى حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك معروف اللي هو H3PO4. طب الاتنين اللي بره دي نظامها ايه؟ ما الاتنين اللي بره اهي. خلاص وده طبعا ايه اكواس. معادلات مهمة جدا يا جماعة ومكررة علينا، انا مش مألفها ولا حاجة، موجودة وموجودة في الامتحانات ان شاء الله. اللي ما اشتركش معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم يشترك ويضغط على الكل، يضغط على الجرس ويضغط على الكل عشان يوصل له كل جديد، ونعمل لايكات عشان دي بتزود رصيد القناة على اليوتيوب، وان شاء الله نستمر مع بعض في الكيمياء وازاي نحل معادلات موزونة كلامية، او بدينا معادلات ويقول لي وزنها. ان شاء الله نستمر سويا. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.